يعني الناس حتى المداخل ديالهم والظرفيه راه حنا كنا واعيين بها. يعني تنطالبوا باش الدور الاهلي السقوط يكون لهم شي برنامج، وخصوصا الناس اللي في وضعيه هشاو، يعني يكونوا شروط اللي تكون منطقيه. يعني كاينين الناس اللي في وضعيه هشا ما يمكن ليهش يرمم ولا ما يمكن ليهش يبني، تدخل المجلس ولا المقاطعه تدخل في هذا الباب. السيد الرئيس، تأمين الممرات القنطرات، يعني حين تنهضروا على القنطره ديال قنون وتنهضروا على القنطره ديال بن الحداد وتنهضروا على القنطره ديال بيبان قشيش والقنطره ديال القريه السياحيه والقنطره الفخاره والقنطره ديال بيبان العوده السعديه، هاد الممرات السيد الرئيس تمروا منهم الاطفال الصغار، لانه ما عندناش مؤسسات تعليميه تيجيو هاد الاطفال تيقراو يعني في المدينه، وملي تيقطعوا هاد الممرات خطر عليهم، تلقاو حتى الصباغه ديالهم ما تتكونش. يعني على الاقل دابا، يعني دابا في هاد الوقيته على الاقل بعدا يكونوا تيتصبغوا ويكون ريتما يفكروا الاخوان المهندسين في شي طريقه اللي تكون يعني تكون تحمي هذوك الاطفال وهذوك المارة اللي تيمروا عبر هذوك القناطير، تكون شي فكره اللي الناس المختصين في هذا الباب. هادو هما المقترحات ديالي السيد الرئيس، وتنطالب من الساده اعضاء المجلس الجماعي اللي تيمثلوا مقاطعه النخيل داخل المجلس الجماعي باش يحاولوا يترافعوا عنا شويه، راه كاين ضعف في الترافع، لانه مني تنشوف انا اليوم هذا البرنامج جنب هذا الحصه الهزيله في نظري انا بالنسبه لمقاطعه النخيل، حصه ضعيفه وهزيله، لانه حنا كنا تنتمناو اننا نكونوا ترقوا اكثر من هاد الطموحات ديالنا والهموم ديالنا مع الساكنه، تنطلبوا اكثر، لانه كلنا نزلنا البارح عند الساكنه وتصنت الهموم ديالهم وتنعرفوا المشاكل ديالهم، ما كاينش شي حد انا ما عرفش المشاكل ديال دوار بدوار، يعني كلنا تنعرفوا، رغم اننا صوتنا على المناطق احياء، ولكن هما باقيين تعيشوا دواوير ما غاديش لنا في قروصنا، لانهم اللي ما تيطفرش على مدرسه ابتدائيه. تم الاقصاء في هذا البرنامج مقاطع دوار الفخاره من مدرسه ابتدائيه، ما عرفتش علاش، مع العلم ان هذه المنطقه راه فيها 22,000 نسمه في الفخاره، عاد نزيدوا عليها الكوثر ونزيدوا عليها الشعبي، يعني هاد الناس علاش تقصاو من مدرسه ابتدائيه؟ تنطالب مدرسه ابتدائيه في الفخاره، وتنطالب بدار الشباب او لا دار الجمعيات، لان هاد المنطقه هذه مستهدفه، الشباب ديالها مستهدفين بواحد العدد ديال الحوايج تتمارس في هذا المكان، والا ما حاربناهاش هاد الامور اللي هي جانبيه، الا ما حاربناهاش بامور اللي هي يعني نوروا لهذوك الشباب الافكار ديالهم ونحاولوا نجروهم للعمل الجمعوي ونحاولوا نديروا، راه غادي يكون عندنا اشكال في هذيك المنطقه، وراه كاين اصلا. تنطالب انا من الاخوان ديالنا في المجلس الجماعي باش يكتفوا الجهد ديالهم وما يوقفوش عند هذا الحد، لان انا هذا الحد في التقييم ديالي انه قليل. حنا تنشكروا السيده الرئيسه، والسيده الرئيسه عرفنا ان عندها غير على هذا سميتو، ولكن انا في الحقيقه تنحمل المسؤوليه الاخوان ديالنا اللي معنا، لانه حتى في اللجان انا بلغني انه واحد عدد الاخوان ما تحضروش في اللجان، لان تنتبع في المجلس الجماعي وحتى في الترافع السيد الرئيس راه تنحضر، شفناك السيد الرئيس دخلتي يعني في الترافع، وهذا ما غاديش يعني ليس تملقا ولا هذا حقيقه. الاخت بوا محمد تنشكروها حتى هي، السي عادل النميري تنشكروه حتى هو على الغيره ديالو، ولكن باقي الاخوان تنطالبوا منهم الترافع ويحاولوا يجتهدوا معنا، وخاصه الاخوان اللي في المكتب، وتنقصد هنا السادة النواب السيدة العمدة، راه تيخصهم حتى هما يجتهدوا معنا ويحاولوا يدافعوا على منطقة النخيل بما فيه الكفاية، لأن منطقة النخيل تتعرف هذا العدد ديال الإكراهات، واليوم من خلال العرض ديال الإخوان أنهم أنا باش عجبوني هما واعيين بالمشاكل ديالنا، يعني المشاكل ديالنا كلها وهي مسطرة عندهم، اللي بقى هو التنفيذ ونزلوا الأرض الواقع ونحاولوا نستهدفوا جميع المناطق. إلا حطينا حاجة هنا نحطوا حاجة هنا نحطوا حاجة هنا، ما نبقاوش كننزلوا في بلاصة أخرى في بلاصة وحدة
وشكرا السيد الرئيس وشكرا الساده ممثلي مجلس الجامعه. وبغينا نفرحوا ونفرحوا بزاف وان انت التنزيل ديالو لحقاش راه تقريبا واحد المده ديال 20 سنه وانا تنسمع بان تهيئ جنبات وادي سين ابغى يكون تقريبا على هذيك الطريقه. بغينا نستغلوه في ملاعب القرب في برامج اخرى اللي يمكن بتحيي هذه المنطقه هذه. لحقاش راه كما تنعلموا جميع ان صبيان وشباب وشيوخ راه كاع تيهانيو التعميش. حنا بغينا من الاخوان انه الساده الاطر اللي تقريبا راه عندهم كل المعلومات، الى جينا نرجعوا لهذا الشيء بغينا نلقاو بان هذه المتطلبات اللي تنطلبوا حنا حاليا راه طلبوهم مجالس قبل منا. الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اليوم كان 25 اكتوبر 2022 كان بالنسبه لنا حنا هذا يوم اللي هو بالنسبه للنخيل يوم يعتبر كانطلاقه للفتره ولا المده الانتدابيه اللي تنعيشوها. كان يوم كان غنصوتوا فيه على ابداء الري فيما يخص ابداء الري مجلس مقاطعتنا فيما يخص برنامج عمل الجماعه. برنامج عمل اللي هو حافل وضبط واحد المجموعه ديال المشاريع اللي غادي تنزل ان شاء الله الرحمن الرحيم في مقاطعه النخيل في الفتره الانتدابيه ما بين 2023 2028 وقد ارتكز على مجموعه من المحاور. المحور الاول كان على بالنسبه للمستوى البيئي جاب خلق متحف ديال النخيل لاصلاح القنطره ديال التاريخيه ديال المرابطين ثم الاعتناء بالخطره كنموذج من النماذج السقي القديمه والتي لعبت دورا مهما في سقي الاعتناء بواحه النخيل من كتراث شفهي كتراث لا مادي بالنسبه وهو يعتبر تقريبا العلامه التجاريه التي تسوق بها مراكش. واحد المجموعه ديالك هناك على مستوى الرياضي انه اتضح ان برنامج الجماعه يحمل في طياته واحد المجموعه ديال المشاريع كملاعب القرب ديال القنون ديال تلاخت محاوله خلق ملعب قرب في مجموعه ديال الشريط التاهيلي فيما يخص تهيئه وادي سيل. تهيئه وادي سيل فيما يخص الضفه الشرقيه ان المشروع ديال تهيئه وادي سيل جاب واحد المجموعه ديال المشاريع في اطار ما ستنجي الجامعه وفيما يسجل الخواص في اطار العنايه بالشغل. ثانيا هناك تنحاول ما امكن كان اقتراحات ديال الساده الاعضاء على مستوى برنامج عمل جمعنا. برنامج عمل الجماعه هو برنامج قطع مجموعه من المراحل من ضمن انه قطعت النخيل في اطار مصالحها وجدت واحد المسوده اعطتها للجامعه خدمت عليها، ولكن كيبقى النهائي والاهم في هذا هو اقتراحات الساده الاعضاء باعتبارهم انهم يعرفون النخيل وكلهم ابناء النخيل ويعرفون النخيل باحياء والخاص الذي تعاني منه. فكان اليوم انه يوم فتحت فيه النقاش على مصراعيه اللي قضينا فيه الوقت الكافي باش الساده الاعضاء يعطيو كل ما في جعبتهم وما مقترحاتهم بما يخص برنامج العمل ورايهم في برنامج عمل الجماعه. المده ديال الجلسه قد استغرقت اكثر مما كان منتظرا فبمعنى انه النقاش كان نقاش واقتراحات وانا من هذا المنبر اشكر جميع الساده الاعضاء بجميع اطيافهم على غيرتهم على مقاطعه النخيل وقوه اقتراحاتهم بالنسبه لبرنامج الجماعه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت عندنا الدوره ديال عمل برنامج عمل الجماعه في مدينه مراكش، يعني كان نقاش وكان اخذ ورد وكانوا اقتراحات السيد الرئيس والطاقم يعني المرافق السيد مدير المصالح ديال جماعه مراكش. يعني كان عده اقتراحات من صدر اعضاء ومن عندنا كاعضاء ديال مجلس مقاطعه النخيل. يعني كانت عده اقتراحات تتمحور نحو المدارس الابتدائيه لانه عندنا نقص في المدارس الابتدائيه بتراب مقاطعه النخيل، وعلى المجال الصحي حتى هو كاين عندنا نقص تنطالبوا مستشفى ديال القرب يكون متعدد الاختصاصات وتنطالبوا يعني بمراكز نسويه لا في المجال ديال الصناعه ولا في المجال ديال الترفيه ولا يعني عندنا نقص في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المركبات الاجتماعيه يعني كدور الشباب كملاعب القرب يعني ملاعب القرب اللي يكونوا بطريقه عصريه. وعندنا يعني وطلبنا بملعب ديال ملعب كبير بالعشب الطبيعي يعني في منطقه ديال تلاخت. وحنا فرحانين بشي انجازات الى تنجزات لانه الحمد لله تقترحت يعني في عمل في برنامج عمل الجامعه السابق والان تنشوفوها يعني بتخرج الحيز الوجود
ألا وهي قاعة المغطاط بتحية الأرض ومسبح بلدي. يعني هذه الإنجازات اللي تنتمنوا المجهود ديالهم، وباقي حنا مازال محتاجين لمزيد من العطاء. كاين عندنا تقريبا شي 17 نقطة هي اللي تعطاتنا في هذا البرنامج، وهاد 17 نقطة حنا غير كافية، لأنه كيف شفنا وكيف حطينا واحد العدد ديال الملاحظات، لأنه غير كافية، لأنه خاصنا دور الشباب ودور المسنين ودار الصانعة، ويعني شي مركب اللي يكون ديال الصناع التقليديين والحرفيين يعني بتراب المقاطعة. طلبنا يعني بممرات تكون يعني آمنة للسياح اللي تجيونا الممر النخيل، وبمراحل يعني اللي تتكون يعني تتحفظ لهم الكرامة ديالهم إذا كانوا تتجولوا في هذاك المكان. خصنا مراحل يعني مراحل صحية، وواحد عدد ديال النقاط يعني كلها هي تهدف للرقي بمقاطعة النخيل. وشكرا لجريدة أصوات. شكرا. صادق مزاير نائب رئيس مقاطعة المدينة، ضيف اليوم على مقاطعة النخيل في الدورة الاستثنائية ديالو برئاسة الأخ العزيز مولاي الحسن المنادي. وبحكم أننا في تهيئ واحد البرنامج اللي هو قانونيا ملزم مدة سنة خصو يكون تهيئ متجدد، فجماعة مراكش أعدت هذا البرنامج بالأطر ديالها تحت الإشراف ديال السيدة الرئيسة في أقل من سنة، اللي هو برنامج عمل الجماعة، اللي برنامج ضخم جدا، اللي هو بمليار 500 مليار ديال الدرهم. شيء جميل جدا أننا نجدوه أقل من سنة، يعني غنكونوا ربما السباقين في المملكة المغربية اللي وجدنا هذا المشروع. وأنا كما كيقولوا كما أنا بصفتي رئيس فريق معارضة المجلس داخل المجلس تحت رئاسة الرئيسة، وهذا الشيء اللي خصو يفهمه العديد من الناس، وهو أخذ الحصة الأساس في المداخلة وواحد أسلوب سلس بينه وبين السيد الرئيس، اللي في حقه نشكر السيد الرئيس عليه، تتميز باستيعابية قوية، وفي حقه بحال البرامج وتنمية مشاريع مراكش والمراكشيين في الحق يحتاجون ويستحقون مثل هذا الرؤساء ومثل هذا النوع من التدبير والتسيير. فكنشكر الفريق الإعلامي في أصوات اللي وكب هذه الدورة الاستثنائية للإخوان في النخيل. أنا آلوا علي أن أتكلم، وإن كان ليس بعد كلام السيد الرئيس وإن صح تعبير السيد الرئيس فريق المعارضة حتى هو في داخل النخيل، لا كلام بعد كلامهم، ولكن أرادوا مني أنني أتكلم. فهنيئا لكم يعني بعد الجو ديالكم، وهنيئا لكم منير حسن المنادي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.